طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. صحيفة الأيام: الحوثيون يفرضون رسوما على ملاك البيوت في صنعاء دعما للحرب. ومن الصحوانية: ميليشيا الحوثي تختطف 7 طلاب في المحويت وتقول سنفرج عنهم في الجبهة. ومن أخبارنا المنوعة: حملة لتكريم 400,000 جندي مسلم حاربوا دفاعا عن بريطانيا قبل 100 عام. أهلا بكم. تابعت صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة ما يتعرض له الأهالي في صنعاء على أيدي ميليشيات الحوثي، وعنونت الصحيفة: الحوثيون يشددون الخناق على سكان صنعاء. وقالت الأيام في تقريرها الخاص إن مجلس الشورى الخاضع لسيطرة الحوثيين بدأ مؤخرا مناقشة مقترح للجنة الاقتصادية الحوثية، والهادف لفرض ضريبة على ملاك الأراضي والعمارات السكنية، فيما بدأت عناصر الجماعة بتنفيذ حملة على ملاك العمارات السكنية بعدد من الأحياء السكنية بصنعاء. وقال للصحيفة مالك عمارة في حي الأصبحي طلب عدم ذكر اسمه أن ميليشيا الحوثي اتخذت قرارا يلزم مالكي العمارات والفلل السكنية المؤجرة بتوريد إيجار شهر لخزانة الجماعة. وأكد أن مسلحي الحوثي ألزموه كأحد ملاك العمارات والمباني السكنية المؤجرين في عدة أحياء في العاصمة صنعاء بدفع عائدات شهر من إيجار الشقق السكنية والمكتبية لما أسموه المجهود الحربي. ومن مظاهر عمليات النهب ما أفادت به مصادر الأيام بصنعاء عن توجيهات مباشرة من حمود عباد القيادي الحوثي والمعين أمين العاصمة بإغلاق عدد من صالات الأعراس لعدم دفع الإتاوات المفروضة عليهم. وأغلقت خلال الفترة الماضية عددا من الصالات بمنطقة 70 جنوب غرب صنعاء للسبب ذاته. العثور على المحيط تحت هذا العنوان، كتب سمير عطالله مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط. من صنع تلك الإمبراطوريات التي امتدت حول العالم وتحولت الآن إلى دول عادية، أي بريطانيا والبرتغال وأسبانيا بالتحديد. المضحك أن الذين صنعوها كانوا في أغلبيتهم هاربين من القانون. بريطانيا أرسلت إلى أستراليا رعاة السجون، وكذلك إلى كندا. هكذا فعلت فرنسا أيضا عندما نفت إلى الجزر شتى أنواع اللصوص. لكن الزمر من الأشقياء كان يقودها دائما رجال شجعان بلا حدود من المستكشفين. فالعالم مدين للأسبان باكتشاف الأطلس والهادي معا، ومدين للبرتغال باكتشاف البرازيل وثرواتها التي لا تزال تتحدث البرتغالية. جميعها كانت عبارة عن ملاحم من القسوة والفظاظة والجريمة والنجاحات. وظل أبرز وأشهر هؤلاء الإيطالي الفشار كولومبوس، الذي لم يولد في العصر الذي كانت فيه روما تحكم العالم، فكان أن سخر مغامرته للأسبان يطؤون العالم الجديد، وهو الاكتشاف الذي سيغير معالم الكرة الأرضية إلى الأبد. لم تدم العصور الإمبراطورية طويلاً، والسبب الأساسي في ذلك أن الاستعمار كان متوحشاً في الغالب، يعامل المواطنين الأصليين عبيداً وأرقاء. وعندما بدأ ينتبه إلى خطأه الكبير كان الأوان قد فات، وقامت بينه وبين الأهالي ضغينة لا تنسى. في المقابل يطرح سؤال آخر: ماذا لو بقيت تلك الدول من دون وصول التقدم الأوروبي وظلت خلف المحيطات وبحار الظلمات؟ لقد اكتشف العالم بعضه بعضا وتحول تلقائيا إلى قارة واحدة، لكنه ظل كما قال كبلينغ: شرقا وغربا لا يلتقيان. تعيش محافظة المحويت أسوأ مراحلها، حيث تعاني من مناطقها أو تعاني عدد من مناطقها من وباء الكوليرا، ويعجز الأهالي عن الحصول على الدواء. ولكن ماذا تفعل ميليشيات الحوثي التي تسيطر على المحافظة؟ إنها تسير عكس كل ذلك. وفقا لموقع الصحونت: المحويت الميليشيات تختطف 7 طلاب وتشترط انضمامهم إليها مقابل الإفراج عنهم. وقال الموقع أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أقدمت على اختطاف 7 طلاب أثناء رحلة طلابية ترفيهية من مديرية حفاش إلى أحد أودية ملحان غرب محافظة المحويت. وقالت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية اختطفت 7 طلاب من مديرية حفاش أثناء عودتهم من رحلتهم في منطقة باب الناقة، وقاموا بنهب جميع مقتنياتهم من تليفونات وجنابي وغيرها، وتم نقلهم إلى مركز المحافظة.
وأفادت المصادر أن الميليشيات اشترطت الإفراج عنهم مقابل حضور دوراتها التي تطلق عليها مسمى ثقافة والتوجه إلى الجبهات للقتال معها، إلا أن الطلاب رفضوا ذلك. وبحسب المصادر فإن الطلاب الذين تم اختطافهم هم عمير القلعة وسمير القلعة وعبد الرحمن القلعة وعبد الحميد درمح ولقمان الضفيري وعادل درمح ومصطفى جوهر. تحدثت صحيفة لوموند الفرنسية عن الحرب في اليمن ووجهة نظر الغرب فيها، وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: لم تنجح حتى الآن المأساة في اليمن التي نددت بها الأمم المتحدة بأنها أسوأ مأساة إنسانية في الوقت الحالي في تحريك الآراء الغربية أو حكوماتها. إن المنظمات غير الحكومية فقط هي التي تكافح في لا مبالاة عامة للمطالبة بوقف شحن الأسلحة التي تغذي المذبحة التي لا نهاية لها. تدافع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل علناً عن مثل هذا الحل ما دامت نتائج مقتل خاشقجي غير واضحة، كما تشير إلى أن السعودية يجب أن تفعل كل شيء لحل الأزمة الإنسانية في اليمن، لكن موقفها لا يخلو من النفاق. ففي حين أن اتفاقية الائتلاف الحكومي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي تمنع صراحة أي بيع للأسلحة للدول المشاركة في الحرب في اليمن، إلا أن السلطات الألمانية منذ بداية العام قد سمحت ب 416 مليون و 400 ألف يورو قيمة عقود الأسلحة مع الرياض. لكن يكمن التحدي بالنسبة للسلطات الفرنسية في نطاق مختلف، فالمملكة العربية السعودية كانت وراء مصر الزبون الثاني في عام 2017 لصناعة الأسلحة الفرنسية. علاوة على ذلك، فمنذ أن بدأ التحول الكبير المؤيد للسعودية تحت رئاسة فرانسوا هولاند أصبحت المملكة شريكاً استراتيجي، حتى لو كانت باريس ترغب أيضاً في إعادة توازن علاقاتها مع طهران. في نظر إيمانويل ماكرون فإن وقف مبيعات الأسلحة ما هو إلا ديماغوجية محضة. أنا أتفهم الصلة مع ما يحدث في اليمن، لكن لا صلة لذلك بقضية خاشقجي، أكد ذلك ماكرون رئيس الدولة الذي ظل صامتاً لفترة طويلة في قضية خاشقجي. حتى لو لم يتردد خلال مقابلة محمد بن سلمان في 25 من أكتوبر في أن يعبر عن كل سخطه لاغتيال المعارض، ويذكر السيد ماكرون أنه عندما يتم تحديد منفذي الجريمة والجهات الراعية فإنه سيتم تنفيذ عقوبات فردية عليهم. ميليشيات الحوثي تواصل عمليات القتل داخل السجون وآخر جرائمها ما حدث في معتقلات البيضاء، وعنون موقع رأي اليمن: ميليشيات الحوثي تعدم معتقلا بأحد سجونها في البيضاء. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على تصفية معتقل في أحد سجونها بمحافظة البيضاء وسط البلاد، وأكدت مصادر محلية أن أحد عناصر الميليشيا أقدم على تصفية أحمد قاسم المنصوري من قبيلة آل جعيملان الواقعة في منطقة كريش بمكيراس. وأضافت المصادر أن عملية التصفية بحق المنصوري تمت في أحد سجون مكيراس، حيث كان المذكور موقوفا على ذمة قضية عادية. ولفتت المصادر إلى أن تصاعد حالة السخط إزاء هذه الجريمة في أوساط أبناء مكيراس الذين يطالبون بتسليم القتلة. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي أورد خبرا من مأرب تحت عنوان: وساطة تنجح في إنهاء قضية ثأر بين قبيلتين دامت 44 عاما في مأرب. وقال الموقع إن وجهاء تمكنوا من إنهاء قضية ثأر بين قبيلتين دامت لما يقارب 44 عام في محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء. وقال الموقع إن الخلاف بدأ في عام 1974 عندما أقدم مسلحان قبليان يدعيان ناجي مبخوت وسعد صالح سويدة على قتل عبد الله زبع وناجي بن عبيد بسبب خلاف نشب بينهم. وتسببت الحادثة بقطيعة تامة بين القبائل التي ينتمي إليها الطرفان منذ ذلك العام وحتى اليوم بما يقارب 44 عام. وقالت مصادر للمصدر أونلاين إن وجهاء من الجدعان ودهم ومراد وعبيدة ونهم تمكنوا من إنهاء النزاع بسبب بين القبيلتين، وتسبب الانقطاع بين القبيلتين في عدم اختلاط أبنائهما ومنع مرور السكان فيما بين القبيلتين، وأدى لتوتر بين الحين والآخر.
استسهال العنف تحت هذا العنوان كتب مصطفى الجبزي مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين مضيفا: أشعر أن المجتمع انزلق في أزمة أخلاقية بسبب انهيار المنظومة المؤسساتية الهشة وفقدان الثقة فيها وتساهل المجتمع مع الانتقام والثأر اللذين كانا شأنا عشائريا أو قبليا في إطار ضيق يفترض أن الدولة تناهضه، حالة الانشطار في ذوات الناس وإطلاق عنان الفجور وفرت بيئة تستهتر بالعنف وتستسهل الموت، وهذا ما أقصد به بالأزمة الأخلاقية تجاه الحياة. قد لا يكون القتال في اليمن مفتوحاً، لكن الواقع ينذر بالكثير من تهتك القيم، إذ نجد أن المرأة قد ألبت ضد أختها، كما هو في حالة ميليشيات نسائية لقمع النساء، كما أننا نجد السجون قد تضاعفت وخرجت عن الأطر القانونية في المعاملة ومورست فيها أبشع الجرائم في كل بقاع اليمن بلا استثناء. سنأخذ مثالاً على استهتار المجتمع بالعنف واستسهال الموت، وهي ردود الفعل تجاه موت عشرات الشباب في عدن نتيجة تناول مشروبات كحولية مسمومة. والأصل أن المجتمع يقف ضد الموت على هذا النحو المجاني ويتساءل في أسبابه قبل أن يتشفى في الموت باعتباره عقوبة إلهية. عودة إلى الحرب، وفي كثير من البلدان هناك قيود على النشر وعلى تمرير صور دموية أو أشلاء ضحايا، وفي العادة يمنع تعريض الأطفال لمثل هذه المشاهد التي قد تؤلفهم مع الدم والموت. لكن في بلداننا نجد نشر وإعادة نشر صور مروعة وأحياناً استثمارها في أطر سياسية هو استهتار وانتهاك كبيرين بحقوق الضحايا ودون إدراك تبعاتها على المجتمع. هذا لأن الهامش بين السلم والعدوانية رقيق جداً، وعندما يخطو الشخص هذه الخطوة يصبح الموت والقتل أمراً عادياً لا يثير أي استنكار ولا يوفر أي وازع. ولنا في حالة المحافظات والمدن المحررة خير مثال. حتى الفيسبوك لم يتحمل صور أطفال اليمن وحجب الصور التي تظهر مجاعة اليمنيين، وعنونت صحيفة العرب الجديد. رد فيسبوك على منع مشاركات صور أطفال المجاعة في اليمن، وقالت الصحيفة إنه بعد ساعات من نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا حول الوضع المأساوي في اليمن، والدور السعودي حذف موقع فيسبوك مؤقتا منشورات القراء الذين حاولوا مشاركة المقالة. وتضمنت المقالة صوراً عديدة وثقت المجاعة التي يعاني أطفال اليمن منها في ظل الحرب الوحشية، وبينهم طفلة اسمها أمل 7 سنوات تعاني الهزال لدرجة أن عظام القفص الصدري كانت ظاهرة للعيان. شارك عشرات الآلاف من القراء المقالة على فيسبوك، لكن بعضهم تلقى رسالة تبلغهم بأن المشاركة لا تتوافق ومعايير المنصة المجتمعية، وعالج فيسبوك المشكلة فيما بعد. وأوضحت متحدثة باسم شركة فيسبوك: كما توضح معايير مجتمعنا لا نسمح بصور عارية للأطفال على فيسبوك، لكننا نعرف أن هذه صورة ذات أهمية عالمية. وأضافت: نحن بصدد استعادة المشاركات التي أزلناها على هذا الأساس. ترامب ووسواسه الخناس. تحت هذا العنوان كتب مؤلف كتاب جريمة قتل في أمستردام يان بورما مقاله المعاد نشره في الغد، وقال في جزء منه: تضم حاشية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا كبيرا من الأشخاص غريبي الأطوار، لكن قلة منهم على القدر نفسه من غرابة أطوار أو مدى الشر والشؤم الذين ينطوي عليهم ستيفن ميلر، كبير مستشاري ترامب لشؤون السياسات الذي يبلغ من العمر 33 عاماً. ويشبه ميلر نوعاً من المنتمين إلى اليمين المتطرف الذين هم أكثر شيوعاً في أوروبا منهم في الولايات المتحدة، فهو شاب بارع أنيق الملبس، بل وحتى مفرط في التأنق والاهتمام بالمظهر، وهو خطيب بارع في تهيج الجماهير، والذي يعمل خطابه الملتهب ضد المهاجرين واللاجئين: سوف نبني هذا الجدار المرتفع وسنبنيه طويلا، على دفع الحشود في المسيرات المؤيدة لترامب إلى نوبة من الهياج والهستيريا. وتتلخص واحدة من أكثر أفكاره إثارة لإعجاب الجماهير في أن المهاجرين سوف يصيبون الأمريكيين بعدوى أمراض رهيبة. يلعب ميلر على أسوأ غرائز ترامب الشوفينية المولعة بالقتال،
والكراهية الانتقامية التي يكنها للليبراليين ومعادة الأقليات، وتتسم نزعة ميلر الحزبية بالتطرف. فعلى حد تعبيره شخصيا، المسؤولون عن كل ما يعيب هذا البلد اليوم هم أولئك الذين يعارضون دونالد ترامب، ويبدو أنه يصدق هذا الهراء حقا. الغريب في ميلر من بين أمور أخرى هو الصدام الظاهر بين آرائه حول المهاجرين واللاجئين والأقليات من جهة، وخلفيته الشخصية من جهة أخرى. فهو من نسل يهود جاءوا إلى الولايات المتحدة بعد فرارهم من المذابح في بيلاروسيا، وقد نشأ في كاليفورنيا وكان والداه ديمقراطيين، لكنه كان يقرأ الأدب اليميني المتطرف في المدرسة الثانوية، ومنذ ذلك الحين كان يختلط بأيديولوجيين يصعب تمييز آرائهم عن معاداة السامية. تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأحد عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية، من بينها مساع بريطانية لتكريم الجنود المسلمين الذين قاتلوا في الجانب أو قاتلوا إلى جانب القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى، وعنونت صحيفة ساندي تلغراف: حملة لإحياء ذكرى الأبطال المسلمين في الحرب العالمية الأولى. يقول التقرير إن أغلب البريطانيين لا يعرفون أن مئات الآلاف من الجنود المسلمين حاربوا في صفوف القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى، وذلك وفقا لحملة جديدة يتزعمها قائد عسكري سابق وعمدة لندن. وقالت مجموعة من الشخصيات البريطانية التي تنتمي إلى أحزاب متعددة في خطاب أرسلته إلى صحيفة ساندي تلغراف إن القليل من البريطانيين يعلمون أن آلاف الجنود المسلمين حاربوا إلى جانب القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى، ويجب أن يحظوا بالتكريم الذي يستحقونه. وطالب الموقعون على الرسالة في خطابهم بضرورة تنمية الوعي بأن إحياء ذكرى من قضوا في الحرب العالمية الأولى أمر يجب أن يحتفي به البريطانيون جميعا، وأضافوا أنه يجب التأكيد على أن الجيش الذي قاتل في الحرب العالمية الأولى كان مكونا من أعراق وعقائد مختلفة، وكان يضم 400,000 جندي مسلم. مجموعة من أفضل صور ستيف ماكري وردت في كتاب نشر مؤخرا وتوثق للرحلة من الولايات المتحدة إلى أفغانستان، وقد نشرت الجاردين عددا من تلك الصور، نطالعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. ماذا تقول لنا اليوم رسومات الكاريكاتير التي أبدعها الرسامون؟ هذا ما سنتابعه في فقرتنا التالية. في هذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.